اشياء غريبه اول مره تشوفها في حياتك. الراجل اللي قدامك دوت عنده القدره ان هو يجري على الميه بشكل مستمر، وده بيحصل ان البحيره ديت متجمده بنسبه بسيطه جدا، فالكثافه بتاعه الميه بتسمعنا ان هو يدوس برجله من غير ما يغرق فيها. ده رائد فضاء موجود في محطه الفضاء الدوليه قام بتصوير فيديو اثناء ما هو كان بيفتح علبه عسل عشان يصور السلوك بتاعه تحت تاثير انعدام الجاذبيه، وكانت دي النتيجه. الرمال المتحركه مش بالرعب اللي احنا بنسمعه عنه. الفيديو اللي قدامك ده فيه مدربه تشرح ازاي لو انت وقعت في الرمال المتحركه تقدر انك تنقذ نفسك عن طريق انك تبتدي تحرك رجلك بشكل دائري لحد ما تطلع من الرمله، وبعدين تسند بركبتك على الرمله وتطلع رجلك الثانيه بنفس الطريقه وتفضل ماشي على ركبتك لحد ما تطلع بره الرمله بامان. الكائن المرعب دوت اللي تحسه كائن فضائي هو دوده الرمال، وعلى فكره بتكون منتشره بنسبه كبيره في الشواطئ. طولها تقريبا بيوصل لحوالي 40 سم، لكن الحمد لله ان هي مش بتتغذى على البشر. في سنه 2021 راجل ساكن في كاليفورنيا رجع شقته عشان يتفاجئ ان الباب مفتوح والشقه كلها متبهدله من جوه. في البدايه شك ان هو حرامي، لكنه اتفاجئ بحاجه اسوء. فبص على الرخامه لقى دب صغير ماسك علبه كنتاكي وعمال بياكل فيها. اللي بيرقص في الفيديو دوت هو كلب روبوت اسمه سبوت، ومصمم عشان يبقى هو قائد فريق التشجيع. في كمان نسخ منه ثانيه بتتصرف كحيوان بالظبط. السلحفه اللي قدامك ديت هي واحده من اندر انواع السلاحف في العالم، بتسمى بالبيراميس بيكوك. والغريب طبعا مش شكل وشها بس، لكن كمان ان هي ما بتمتلكش درع على ظهرها، وده لان السمكه بتاعت جسمها كبيره جدا وقادره انها تحميها. اللي قدامك دوت هو خرطوم ميه تسمى مفتوح في درجه حراره تقترب من الصفر، ده تسبب ان الميه بتطلع من الخرطوم على هيئه مكعبات ثلجيه. يا ترى هيحصل ايه لو احنا جبنا قطعه جليديه كبيره ورميناها جوه حفره جليديه عمقها اكتر من 100 متر؟ في عالم اسمه بيتر نيف عمل كده فعلا، مسك القطعه الجليديه ورماها، ودي كانت النتيجه. الصخرة اثناء ما هي بتقع عملت صوت زي ضرب النار او الاصوات بتاعت مسدسات الليزر. ما اظنش ان حد فينا قبل كده شاف ان البومه ليها رجل، لكن خلينا افاجئك واقول لك ان في الفيديو دوت رجل البومه ظهرت، والموضوع مش زي ما انت متوقع. رجل البومه رفيعه جدا وطويله، ده فيديو كمان لصغار البومه وهما من غير ريش. في رائد فضاء حب يثبت ان انت ممكن تعيط في الفضاء عادي، فراح جايب كيس ميه وحطها في عينه كانها دموع، لكن الحقيقه ان بسبب الجاذبيه الميه لزقت في عينه وما رضتش انها تتحرك. في سيرك في المانيا بطل ان هو يستعمل الحيوانات، وده لان هو شايف ان هو بيظلمها، لكن الفيل اللي قدامك دوت مش حقيقي، ده مجرد تقنيه الهولوجرام ثلاثيه الابعاد، اللي بيها تقدر انك تتحكم بالفيل تخليه يقف على رجليه اللي قدام او بعدها تحوله على طول لسمكه، وقريبا ناويين يدخلوا الديناصورات في العرض. فيديو مرعب اللي قدامك دوت بيظهر فيه اعصار وهو قرب يضرب مدينه، لكن فجاه الاعصار دوت بيختفي. الكلام ده حصل في ماليزيا، والظاهره ديت هي نوع من انواع الاعاصير اللي بتكون متكونه من ميه البحر، لكن الحمد لله ما فيهاش اي خطوره، لانها مجرد ما بتلمس الشاطئ بتختفي فورا. غواصه استراليه اثناء ما كانت في رحلتها في الميه قابلت في طريقها سمكه منتفخه، والمعروف عن الاسماك ديت ان هي بتنتفخ في حاله شعورها بالتهديد، لكن اللي حصل ان الغواصه وهي جايه بتاخد لنفسها صوره سيلفي، السمكه جت وقفت جنبها بكل هدوء وتحسها كانها كانت بتضحك للكاميرا. اللي هتشوفها دلوقتي ديت هي اغرب حاله حلاقه في العالم. الخروف العملاق دوت هو خروف اسمه براك، والحقيقه ان هو مش عملاق ولا حاجه، ولكن هو فضل لمده 5 سنين كامله ما حدش بيحلق السوف اللي على جسمه لحد ما اتكوم عليه بقى بالمنظر دوت. السوف اللي عليه دوت وصل لمرحله ان وزنه بقى بيبلغ حوالي 40 كيلو، ودي كميه تكفي انك تعمل منها حوالي 40 بلوفر. الفريق اللي كان المفترض انه يحلقه بياخد في العادي من 5 ل 10 دقائق، لكنهم لما جم يحلقوه الموضوع استغرق معاهم حوالي 4 ساعات كامله. اللي هتشوفه دلوقتي دوت هو واحد من اغرب المقاطع. اللي قدامك دوت مش كائن فضائي ولا كائن متحول، ولكن دي مجموعه من اليرقات. الديدان دي ربنا خليها عندها ميكانيزم دفاعي، وان هم بيتحركوا بشكل متزامن مع الصوت، والمفترض ان هو بيحميهم من اي تهديد او خطر لما بيسمعوا صوت حيوان مفترس جاي عليهم. عشان تحاول انك تبني بيت ممكن تستغرق سنه، لكن الكائن ده بيبني البيت بتاعه في 30 ثانيه بالظبط. ده اسمه سلطعون فقاعات الرمال، والسلطعون ده بالذات حجمه متناهي الصغر، حوالي 1 سنتيمتر، يعني تقريبا بحجم عقله صباعك. واللي بيحصل ان هو بيتغذى على كائنات بحريه صغيره جدا بتكون عايشه جوه الرمله، فبيضطر ان هو يحط الرمله كلها في بقه ويبتدي ان هو يمضخها ويطلع منها الكائنات ديت. اما بقى الرمله اللي بتطلع منها فبيستعملها كماده بناء وبيحمي نفسه من الموج لما الكلب اللي قدامك دوت قادر ان هو يسحب الحصان وراه ويلف بيه المزرعه كلها وكمان يرجعه للاسطبل، وكل ده بيعمله من غير ما يرجع لصاحب الحصان. مجموعه النمل ديت واضح ان هي غيرت النشاط ومبقاش ليها في السكر، لكن في سته كانت السلسله الذهب بتاعتها ضايعه وقلبت الدنيا عليها في البيت كله ما لقيتهاش وشكت انها اتسرقت، لكن لما طلعت الفناء الخلفي للبيت اكتشفت ان النمله هو اللي شايل السلسله وماشي بيها. لو انت فاكر ان القرود كائنات لطيفه وما بتاذيش حد فانا عايزك تشوف المقطع دوت. المقطع ده بيظهر فيه قرد صغير راكب عجله ودخل على شويه عيال صغيرين، وبعدين فجاه راح نزل من العجله وحاول يخطف بنت منهم، ولولا ان الناس كانوا واقفين في الشارع كان القرد اخدها وطلع يجري. انا عايزك تبص على الفيديو دوت وتقول لي توقعت انه ايه. للاسف دي مش دودة عملاقه ماشيه تحت الارض، ولكن ده تفجير بيتعمل اثناء تركيب الانابيب. العمل ده عمل روتيني جدا وطبيعي في المجال دوت، وده لان الارض بتكون صلبه جدا والحفارات والمعدات العاديه ما بتقدرش انها تخترقها، فبيحتاجوا ان هم يضعفوا الارض شويه عن طريق المتفجرات وبعدها تبدا الحفارات تشتغل عادي. اللي قدامك ديت هي واحده من اغرب الفرق الموسيقيه في العالم، وده لان هي مش بتستعمل الات عاديه، لكنهم بدلا من ذلك بيستعملوا الخضروات كالات موسيقيه. لكن المشكله بقى ان هم كل حفله هيضطروا ان هم يجيبوا خضار جديد، والخضار القديم هيكون فسد وهيترمي، فعشان كده بعد الحفله بياكلوا الجمهور من الخضار اللي معاهم. الاعاصير من الظواهر النادره ما بيتم تصويرها، لكن بقى
عمرك شفت اعصار افقي؟ الاعصار اللي قدامك دوت هو اعصار فريد من نوعه، مش ممتد من السماء للارض زي ما احنا متعودين، لكن اللي حصل ان هو ماشي في السماء بشكل افقي. الظاهره دي حصلت في المكسيك والناس اللي صوروها كانوا هيتشفتوا جوه الاعصار فعلا. الطائره التوأم، ودي بقى بتعتبر واحده من اضخم الطائرات اللي تم صناعتها في التاريخ. الطائره ديت بتمتلك جسمين مش جسم واحد، والجناح بتاعها طويل جدا بيصل لحوالي 117 متر، وموجود عليه 6 محركات عشان يقدروا ان هم يزقوا الطياره وتطير في الجو. وطبعا الطاقم بتاع الطياره سواء المضيفين او الطيارين بيكون كبير جدا عن الطبيعي، وده بسبب ان الطياره ليها جسمين. المنحوتات اللي قدامك ديت مش مجرد منحوتات عاديه، ولكن دي بتسمى بالمنحوتات الورقيه. اللي بيعملها هو فنان اسمه فليكس سامبر، ولما بتشوف هو بيعملها ازاي بتنبهر، وده لان هي تحسها عامله شبه العجينه، لكن هي في الحقيقه عباره عن طبقات ورق كتير مرصوصه فوق بعض. الموضوع معقد جدا، والمنحوته الواحده ممكن تاخد منه شهر ونص. في مدينه جويانج في الصين عملوا اكبر شلال صناعي في العالم، واللي بيصل ارتفاعه لحوالي 108 متر، لكن للاسف تكلفه تشغيله عاليه جدا بسبب استهلاك الكهرباء، واللي بتصل لحوالي $120 في الدقيقه. وطبعا لو انت فكرت انك تقف تحتيه الميه وهي نازله هتدشملك.